أنا مرام، مفروض من مجموعة مستخدمي السودان في البرنامج، موجودة أولى بس أنا عندها ظروف. مرحبا بكم، إحنا من المجتمعات الجديدة وعندنا الكثير من التحديات، وسعيدين جدا بأنه إحنا اليوم موجودين مع المجتمع العربي وهنعرض التحديات والفرص الموجودة عندنا في السودان، وحابين نسمع رأي المجتمع وكيف ممكن نقدر نطور المجموعة الموجودة عندنا. طيب، إحنا مجموعة مستخدمين السودان. تاريخ اعتماد المجموعة كمجموعة ككوميونيتي يوزر جروب كانت في 14 جون 2020. البرزنتيشن هنتكلم فيه عن المجموعة، تعريف بأعضاء المجموعة، المشاريع اللي نفذناها، ومشروع ويكي السودان اللي هو إحنا مجموعة مشاركين فيه، وهو مش مشروعنا لكن مجموعة مشاركين فيه، والفرص الموجودة عندنا في السودان بتخلي وجود الويكيميديا تخلي فيه أرضية جيدة لوجود الويكيميديا، مشاريع الويكيميديا ممكن تتحقق، والتحديات اللي بتلاقينا، وإذا في زمن إن شاء الله يكون في فرص للنقاش. مجموعة المستخدمين هي طبعا مجموعة طبية مفتوحة وتعمل وفق اللوائح، واحنا انضمينا اليها تقريبا كواحد من المهم انه هي احنا ما عندنا رأي او ما عندنا إدارة التحكم في المحتوى، يعني بنتيح للناس نية وأرضية انه يكون في انه يكون عندهم مشاركة، لكن بالتأكيد المشاركة بتاعتهم إحنا ما بنقدر نتحكم في نوع مشاركة. عندنا أعضاء رابط لانضمام أعضاء المجموعة، خاتموا على صفحتنا في الميتا، لين الرابط باعتبار إنه عاوز ينضم للمجموعة، موجود على صفحاتنا في التواصل الاجتماعي اللي هي الفيسبوك، منصات موجودين. طيب، في المجتمع نحن المشكلين للمجتمع أو الأعضاء اللي زيادة التنسيق، يعني عملنا مجموعة أدوار هيكلية اللي هي أفقية، ما عندنا رئيس للمجموعة، كل أعضاء المجموعة بنتشارك القرارات وبنتشارك الآراء لكن لتنسيق العمل الأدوار دي تكونت منسق المجتمع، و اللي هي أنا هو مدير الموارد المالية، فاطمة محمد علا الاتصالات والشراكات حسن. طيب، العضوية احنا العضوية مفتوحة طبعا لكل الأعضاء الراغبين بإثراء المجتمع في السودان، للسودانيين يعني أو خارج السودان، أن يكون هو عضو من أعضاء المجتمع بيسجل. طيب، أهداف المجموعة إنه احنا نطور المحتوى أو نظهر السودان على الإنترنت عموما، ونطور بتاعت المساهمين. المجتمع بتاعنا هو بيهتم أكثر بالقضايا السودانية وإظهار الشعب السوداني، المساهمة في دعم مبادرات التوثيق، يعني عندنا كثير من التاريخ غير موثق، يعني بيكون هو عبارة عن ناقل شفاهة، ده احنا بنفتش في الوقت بتاعت انه احنا كيف ومساهمة في ربط المصدر المعلومات عبر المشاريع بتاعت الإعلام، يعني من أكثر الأهداف اللي احنا شغالين. طيب، الفرص اللي هي احنا لقيناها كمجتمع أو الموجودة عندنا في مجتمعنا، إنه عموما على مستوى الشباب بقت الانترنت بقى يعني حاجة شائعة، هي
ما بنقدر نقول عليها أغلب الشباب في السودان عندهم إنترنت، لكن بقت شائعة من الشائع إنه أغلب العاملين الهواتف الذكية أعدادهم زادت. في إحنا ممكن نحس الانتماء الوطني اللي هو إحنا عموما عارفين إنه على مستوى حتى العربي مش العالمي، إنه في معلومات كثيرة ناقصة عن السودان وفي معلومات مغلوطة. حتى إحنا في شبكة الإنترنت بنلاقي كثير من المعلومات الخاطئة، وحتى على الويكيميديا في كثير من المعلومات. بنحاول نثير حس الانتماء الوطني والحرص على إنه نعكس الصورة في الشباب عشان نقدر يساعدونا في مجتمعات كثيرة بقت بتجمعوا فيها فئة الشباب اللي هي المجتمعات، يعني ممكن على أرض الواقع. احنا نتكلم على أوفلاين، في الجامعات، في الهبس، في الكلبس بتاعت من النوادي، ورش العمل، كثير من المبادرات اللي بقت بتلم الشباب اوفلاين. وفي طبعا غير انه المنصات اللي هي الاونلاين بتلم الشباب اللي هم طبعا غالبا مركزين على الشباب. بيحرصوا على مداومة هي نقول عليها اللي هي الاستمرارية بتاعت العمل في المنصات الاونلاين. في ارتفاع للوعي في أهمية التشارك والمعرفة الحرة. بيجوا الشباب على يعني بنلقى الحاجة دي، لكن احنا بنقدر نعتمد عليه. ولكن يعني في مبادرات كثيرة الشباب على الفيسبوك هم إنهم هم بيهتموا بأهمية التشارك، زيادة الاهتمام بالمحتويات. السودان يعني بلد غني بالثقافات، إنه فيه كثير مئات القبائل وكل قبيلة ما على التاريخ بتاعها وعلى العادات والتقاليد بتاعها. بقى بعد الثورة يعني بقى في كثير من القوانين اللي هي زي الحريات شوية تحسن في بصورة أكثر، التصوير الحر، الآثار وكده. كل الحاجات دي زادت بعد يعني الاهتمام بها زاد. عندنا كثير من التحديات المجتمع بتاعنا بتحد من الشغل بتاعنا، اللي هو المجتمع فيه إنه يمكن الشغل هو لا أولوية بعد اللي بتواجه الناس. طب عندها زمن فاضي دائما تشتغل على زيادة الدخل عشان كثير في فجوة بين التاريخ. ممكن تكون في مرحلة ما فرصة، وممكن تكون في مرحلة ما هي عبارة عن واحدة من التحديات، عشان ممكن إنه إحنا نقدر نكتبها كمعلومة شفافية. لازم الثقة، ضعف التنسيق بين الوطني على مستويات حكومية أو على مستويات الاقتصادي على السودان ساهم في خلق بيئة منعزلة. عندنا مشروع يمكن له 7 شهور فند، وقادرين نوصل لأنه الفند ده يوصلنا. دي واحدة من التحديات الحضرة الاقتصادية. في أشخاص اللي هم نسبة الوصول للإنترنت ليهم، هم إحنا قلنا إنه في مستوى الشباب هي زادت، لكن على مستوى الدولة ككل يمكن عندنا بعض الولايات فيها حضرية، وعندنا كثير من الولايات ما زالت يعني لسه وكده. فوصول الإنترنت بصورة عامة في كل السودان هي أبطأ من
الوصول للإنترنت يمكن تكون غالية، الوضع الاقتصادي والناس شغالين في إيش أكثر من التطور، والمجتمع الويكيبيدي ما زال حتى الآن عدد بسيط من الناس اللي هم للمجتمع. المنصات الرقمية على الإنترنت، الاهتمام، عدم وجود خارطة الطريق يعني لتطوير أعضاء المجتمع، يعني حتى عندنا خطة واضحة المجتمع، عندنا المشاريع المجتمع خاصة مشاريع تطوير التجارب المستخدم. إحنا عندنا كثير من التحديات، يمكن نحدد شغلنا حتى الآن، إحنا محتاجين آراء العربي. أستاذة مرام، أنا آسفة جدا ولكن لم يتبقى لنا الوقت كثيرا، أنا أعتذر منك. أنا خلصت، أنا آخر. شكرا على هذه المداخلة، شكرا لك، شكرا للمداخلة البناءة، شكرا. شكرا. شكرا ومرحبا بك. شكرا.